تعز، المحافظة التي لا يمر عليها يوم إلا وشهدت شكلا جديدا للمواجهات وتغيرا آخر على واقعها الميداني. فمنذ اندلاع المعارك داخل المدينة وريفها، ما يزال المسرح العملياتي بهذه المحافظة يتصاعد يوما إثر آخر. فبالنظر إلى آخر التطورات الميدانية، تقول قوات الجيش أنها تمكنت من صد هجوم لعناصر الميليشيا كانت قد شنته بإسناد مدفعي وناري مكثف على مواقع عديدة في الجبهة الشرقية. المواجهات العسكرية التي شهدتها المحافظة تركزت بحسب قيادة محور تعز على مواقع للجيش في محيط معسكر التشريفات ومحيط موقع المكلكل. أما في ريف تعز في جبهة الصلب بالتحديد، فلم يكن فيه الحال مختلفا عن طبيعة الواقع العسكري في المدينة، حيث اندلعت معارك عنيفة دارت بين الجيش والميليشيا في قريتي الصيرتين والصيار بالمديرية ذاتها. الميليشيا المتمركزة في تلك القرى شنت قصفا شديدا تمهيدا للزحف إلى ذات المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش. هذا ما تؤكده قوات الجيش، وهذا ما تبدو عليه طبيعة المواجهات منذ اندلاعها. تعود معارك تعز إلى واجهة المشهد مجددا، وإن كانت لا تشهد تحولا من الناحية التكتيكية يقول محللون، إلا أنها استراتيجيا ما تزال تعمل على تقليص عنصر التأثير الذي تمارسه الميليشيا في مختلف الجبهات الأخرى.